امرأة تدعي بإرضاعها طفل وأم الطفل تنكر ذلك. نعم. امرأة أدعت بأنها أرضعت طفلا لكن أم الطفل تنكر ذلك فهل يحق للولد أن يدخل على المرضعة وبناتها ويكون محرما لهن؟ إذا كانت المخبرة بالرضاع امرأة ثقة فإنه يثبت الرضاع بشهادة امرأة واحدة ثقة، وأما المنكر فلا يعتمد عليه، لأن المثبت مقدم على النافي، لأن النافي قد ينسى، وأما المثبت فعنده خبر من هذا الشيء. فالشأن في المخبرة إذا كانت ثقة ودينة فإنه يثبت الرضاع ولو أنكرته الأم، لأن المثبت مقدم على النافي، هذه قاعدة شرعية.